من مزاميري يبين داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميعنا. بسطت يدي ليك صارت نفسي لك مثل أرض عديمة الماء. استجب لي يا رب عاجلا فقد فنيت روحي. فصل من إنجيل بحسب ما كتبه معلمنا ماري لوقا الإنجيلي البشير. التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا. فابتدى النار يميل فتقدم الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجميع ليذهبوا الى القرى والضياع حوالينا فيبيتوا ويجدوا طعاما لأننا هنا في موضع خلاء. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من خمسة رغفة وسمكتين إلا أن نذهب ونبتاع طعاما لهذا الشعب كله لأنهم كانوا نحو 5000 رجلاً. فقال لتلاميذه اتكؤوهم فرقا 50-50 ففعلوا وكذا واتكأوا الجميع. فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وباركهن ثم كسر وأعطى التلاميذ ليقدموا للجمع فأكلوا وشبعوا جميعا. ثم رفع ما فضل عنهم من الكسر 12 كفتان. وفيما هو يصلي على انفراد كان التلاميذ معه فسألهم قائلا من تقول الناس إني أنا؟ ف
فأجابوا وقالوا يوحنا المعمدان وآخرون إيليا وآخرون أن نبيا من القدماء قام